دخلكم من بعد الضيعة نص ساعة بيكونوا هون. ايه ورح يجوا كلهم؟ رح يخبروهم بالاول وبيجوا يوم العرس، احسن ما نتلبك فيهم ونلبكم معنا. ايه معك حق. والله ويا رحمة رح تروحي شهر عسل. لا 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 اسمعي شو راح على مليتي. لك وين ما رحتي تروحي، المهم تخلصي شوي من هالشغل السقي. اجوا حبيب قلبك اجا. شوف على العافية. شو صار معكم؟ سألوا امين. شو صار معكم؟ وليش ما سألتي هالترين اللي فات؟ سألته بس قلبي. ولا امين؟ مش عيب عليك تحكي معي قدام الناس هيك؟ مش قصدي. أنا ما قلت لك لا تقلب خلقتك ونحن طالعين مشان الناس ما تنتبه؟ فضحتنا؟ روح نادي لسلام. لأنه مد إيده؟ لا. وش تكون دكتور؟ تكون أبو الدكاترة كلها. عيب عليك. بيطبع على الربع حبيبي. عيب عليك. بدش إيدك علي قدام البنات ولا تعمل؟ بالموني بالموني. خش بالموني. آسف أنا. بردي على رحمي 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 على صوتي. أمين. قدام الناس يا رحمي. فهمت علي؟ لا ماشي برجع بحكي معك. اسا انشغلت خير يا دكتور. والله يا سيد سلام عنا مشكلة بالعرس. كل واحد بده يفرح بغير قرنة الثاني. عنا بالضيعة بيحبوش الأعراس بالصلاة، بيحبوها بالمظافات والسحاب. معقول يا زلمة لهلأ بتداوي على هيك تفاصيل السخيفة؟ عمي سلام هاي مو سخيفة، هاي عاداتنا. عاداتنا. طيب طيب عاداتنا. لك خلصنا فهمنا. انا بعتذر عن كلمة السخيفة. وشو ناوي نسوي هلا؟ بعرفش. ما المشكلة اهله عنيدين وبيقتنعوش بأي فكرة. عساس انت اهلك احسن ولا عماد؟ ما انت بيك راسه اطنح من الحيط. شو باكل يا امين؟ مش حلو ننشر غسيلنا قدام سلام؟ ايه عمي سلام. ايه انا وابن عمي بدنا اياك تروح معنا لحتى نقنع اهلي. شو هالحكي لك يا امين؟ شو هالحكي هاد؟ هلا معقوله نروح كلنا لحتى نقنعهم؟ والله يا سيد سلام اني حقيقه خجلان اطلب منك هذا الطلب. الله يوفقك. امين خلاص عاد. ايه ضابط ما اتفقنا؟ خلاص ولي امك يا عمي معنا. ايه بص نفسك شوف قدامك. شوف قدامك طلع يعني هلا يعني لو طلعنا بسيارتي ما كان احسن. لا لا هيك احسن هيك احسن هيك احسن. سلام عليكم. طيب يا اهلا وسهلا بالسيد سلام. اهلا اهلا. خطوي عزيزي والله. تسلام شكرا. مثل ما كنت عم قول لك خي سلام انه اني معروف عني بالضيعه كلها اني مع الحركات الشبابيه. زلمي متنور من يوم يوم يعني، بس بيبقى بيطلع لك تيارات ظلمية، تيارات مناوية، فكش تعمل شيء. لذلك يا سيد سلام بعد ما حكى الكبير أني معاش إلي كلام. شرفي أنا من وقت اللي شفتك حسيتك إنسان مثقف وواعي ومتفهم. عن جد عن جد عرفت ربي. الله يخلي لك الشباب. شكرا شكرا يا سيد سلام. واني مثل ما سبق وقلت لك طول عمري مع نبض الشباب مثل ما بيقولوا المثقفين. لذلك هاي المشكله بدنا نحلها بالحوار. كبرت صغرت بدنا نحلها. شرف معي لاقول لك. لوين؟ لعند الصغير. مثل ما بتعرفوا مدرسة ونحن طلاب بهي المدرسة. بقد ما بنقدر ناخذ من تجارب هالمدرسة. يا أستاذ سلام هو يعني ما بيقول المثل اللي خلف ماما. وحضرتك بلا صغرى أكون سعدان مبزر. شو؟
قصده كم ولد عندك الله يخليهم. استفهمت كلامه وكلامي ما فهمتوش؟ حكيك بفهمش. أنا حكي بفهمش ولا أبو عباد؟ ودش كمان إبادي تجيك وحدي. لحظة لحظة يا جماعة لحظة، الله ما طعمني لا أرد ولا سعدان ولا ولاد، المرحومة عدتكن عمرها من 30 سنة، يعني ملعانة 30 سنة؟ تقول مبارح. اه والله تقول مبارح. ايه مبارح. هلا المهم يا جماعة، شو مشان أمين؟ تكفيش، إذا مشان نفس القصة بيمشيش الحال. طيب والحال؟ خي أنا وياه ملناش علاقة، تقوموا تقولكم. يعني لوين؟ لعند الكبير. آه كبيرنا ومشيرنا هذا. بدك تعزمنا على شي عزيمة فلاحي؟ سهلة 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 سهلة. أسمع خليك سوق سوق، خليك طلع 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 قدامك. أيوة برناس، بدنا نعزم أستاذ سلام لعندنا إن شاء الله. إن شاء الله. لعيب الحيط، لعيب الحيط يا زلمه. انت عم شو انك حيوان ولا دب؟ تضربش هيك ها؟ استبكتلك اني. لك والله مبين اهلك ناس مرتبين، مفروض كان لازم يجي عماد احسن ما اجي لحالي انا. لك هيك احسن، بنناقص منه. هلا انت بتكفي وبتوفي، بدك تفرجينا مراجلك جوا مع جدي. لك شو مراجل ما مراجل، شو جايين نحن لشيخانة يا جماعه؟ ايه سيدي، واصعب من الخناقه كمان. لك طولي بالك، ما في شيء إلا إلو حلك يا ابني، بس أنت استهدي الله يرضى عليك. ولك أنا مستهدي أو مستهدي وفرحان. والله فرحان. ولك يا مين؟ لك آه لك يلعن يلعن أبو يلعن أبو اللي خلف خلف. خلاص خلاص بقى خلاص. يلعن يلعن مرباك ما أحقرك زلمي ومحترم واقف قدامي بس ما تضربني. لا أنا مش قصدي عمي سلام، الصرماية إلك أنت، قصدك جحش اللي يلبطك. شرف 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 استاذ سلام. شربوا شاي. حيا الله باستاذ سلام. اهلا اهلا فيك والله. يعني الصراحة أنا اللي شجعني إجي لعندكم لهون هو معرفتي بالدكتور عماد وأمين، وتشجعت أكثر وحسيت حالي إنه واحد منكم وفيكم من بعد ما حطيتوا لي كمان هالشماغ والعقل. الصراحة أنا ما شعران بحالي غريب نهائياً بيناتكم. ويحاول تكون مختصر وحاسم لأنه بيفهمك غلط بعدين. قلنا لك أهلا وسهلا، قالوا لي إنك جاي محضر خير مشان عرس أمين، واسطة يعني مشان يعمل العرس مطرح ما هن بدهم. بس أنا بدي أطلب منك ومن حكمتك إنك توقف معنا مشان العرس يصير مطرح ما نحن بدنا.